أنا اسمي ترام إبراهيم، المقيم بإمليل، ساكن بدوار إمليل، زيادة خلق في إمليل، وعندي ميزون دوت وعندي أجانس دو فواياج، ولكن شوية مضررين من هاد كورونا وداك الشيء التقعة ديال الإرهاب، وزدنا عليها كورونا وراه عندنا المشاكل وما عندناش الدعم، وراكم شتو البلاد كي دايرة خاوية، وتنطلبوا من السلطة تعاوننا وتعاون مع الناس ديال البلاد، مع الناس ديال البلاد باش تحرك شوية القضية، حيت حنا راه عامين ولا ثلاث سنين راه لا حول ولا قوة إلا بالله، راه عشنا شوية واحد الظروف قاسحة، ودابا نيت راه مازال زايدين، تيقولوا بان راه كاين الدعم باقي ما شفنا والو. أنا سميتي الحسين أوريك، عندي مأوى سياحي، مأوى مرحلي، ولكن ملي جات هاد كورونا ما كاين لا السياحة لا والو، رانا دابا سديت المحل وصافي، وهنا راه كتشوفوا راه ما كاين والو، ما كاين لا الدعم لا من الجماعة ولا من الدولة ولا حتى حاجة ما كايناش. وكيفاش كتدبروا الأمور ديالك؟ وحنا كندبروا الأمور، حنا شوية ديال البهايم وصافي، غير شوية وصافي، ما والترفيه اليوم هاد العام راه ما كاين والو، كلشي داكشي تحرق، لا القرقاع ولا حب الملوك ولا التفاح، ما كاين حتى حاجه. وكنطلبوا واحد شويه ديال الدعم وصافي، الا كاين. حنا راه هنا عايشين، هنا راه هنا في العلو هنا 2160، وكاين واحد الدوار الفوق عاود الثاني فيها 2364، ملي كان هاد كورونا راه ما كاين حتى حاجه. وداك الدعم اللي كاين، داك الدعم من الدوله، داك من 16000 حتى 2200 حتى 1200 راه كاينه، راه شدينا. بالنسبة للمعاناة اللي تنعانيوها من تقريبا هادي تسع شهور من شهر مارس، والناس قاعدين ما خدامين، ما كاين والو، تقطعات السياحة والناس قاعدين. وبالنسبة يعني الوزارة خرجت لنا التعويضات 2000 درهم من شهر 7 لثلاث شهر 12، ولكن هادشي ما كافيش، لان الناس كاينين اللي مضرورين بزاف، وكاين الناس اللي ما الله يحسن العوان ما كاين ما يديروا، و تنطلبوا من الوزاره ومن الحكومه باش تشوف يعني بعين الاعتبار هاد المرشدين اللي في المناطق خاصه في المناطق الجبليه، لان خاصه منطقه تميل عايشه غير بالقطاع السياحي، ما عندنا هنايا لا وزينات لا والو من غير القطاع السياحي. بغينا نقولوا غير واحد المشكل اللي عندنا هنا في المنطقه، بلادنا راه زوينه، بلادنا فيها ما يتشاف، بلادنا نقيه، تيجيو ليها جميع السواح من انحاء العالم. واحد المشكل اللي تنعانيو منه في هذه امليل هو كاين المرشدين غير المرخصين، وتنطلبوا من وزارة السياحة باش تناظر إن شاء الله باش تتم وضعية تسوية هاد المرشدين الغير مرخصين. حنت بحال دابا الناس ما خدامة من شهر 3 حتى لدابا، راه قريبا إن شاء الله طريق لي عام. إذا المشكل اللي عندنا بحال دابا جات كورونا، هاد المرشدين المرخصين ما عندهمش شي حاجه اخرى، السياحه مشات، اذا ما كاين بحال قلتي ما كاين عندهم والو، ما كاين شي تعويض، ما كاين شي حاجه، ما كاين والو. اذا وزاره السياحه الى نظرات في المشكل ديال هاد المرشدين الغير مرخصين اللي كاين هنا في امليل، اذا بحال ربما تمشي هاد كورونا يقدر شي الدنيا هذه ما كايناش ثقه، تقدر الثاني يجي شي مرض، يقدر يجي شي حاجه. اذا وزاره السياحه تنظر في المشكل ديال هاد المرشدين، دير لهم شي تسويه ديالهم باش ان شاء الله حتى هما يدخلوا مع سميتو يكون مرخصين بالقانون ديالو،
ويدخل مع الضمان الاجتماعي باش حتى هو يكون قانوني، يكون عنده القانون باش حتى هو يدخل في سميتو في الضمان الاجتماعي بحال اللي قلتي لا سينيسيس. نحن مرشدين غير مرخصين، ما كاين شي دعم، ما كاين والو، ما استفد حتى شي واحد، ما كاين والو، ما كاين اللي شت شي حاجه، ما كاين والو.